هذا الفتى قرر أن يدخل في مسابقة أحسن منشد، وكله إصرار وعزيمة على الفوز. بعد لحظات من المداولات يصبح الحلم حقيقة ويتوج محمد البشير بالمرتبة الأولى. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ونشكر كشافة الإسلامية لفوز محمد بوسعيد وعلى هذه الجال التفويج. هي مسابقة نظمها الفوج الكشفي بوسعيد بعين معبد لانتقاء أحسن منشد ما بين متوسطات دائرة حاسي بحبح بمشاركة أكثر من 200 مشارك. فكرة أردنا من خلالها اكتشاف مواهب شديدة على مستوى الولاية، فكرة أردنا أن نعممها بعد على مستوى الولاية. في النهائي كانت صعبة جدا، وذلك من اختيار الأنشودة، والأنشودة هذه تحتمت علي بها نطبقها في النهائي. الحمد لله تحصلت على المرتبة الثانية، ودموعي ليست دموع حزن على المرتبة الثانية، لا بل دموع فرح لأني فزت في المرتبة الثانية. كل الشروط والإيقاعات كانت متوفرة في هذا الفتى صاحب المرتبة الأولى حسب لجنة التحكيم. وكأعضاء لجنة تم اختيار حسن الصوت والأداء ثم الوقوف على المسرح، وكان المتسابق الأول وقد توفرت فيه هذه الشروط كلها أداء وحضورا ووقوفا على المسرح. يحلم الفتى محمد البشير قارف صاحب 15 ربيعا أن يجد التشجيع لاحتضان هذه الحنجرة الذهبية، ولما لا تصل إلى العالمية كأمثاله من بوسعادة وغيرها إن وجد الدعم المادي والمعنوي.